بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الأمير عبد الله الفيصل وقناتكم المفضلة قناة النادي الأهلي، وسهرة رمضانية. كل عام وأنتم بخير، كل عام وحضراتكم بألف صحة وألف خير في الأجواء الرمضانية. مباراة اليوم من صالة الأمير عبد الله الفيصل الأهلي وسبورتنج، الجولة 17 لدوري الممتاز في المرحلة الترتيبية لموسم 23/24. تشكيل نادي سبورتنج اليوم بقيادة فنية من الكوتش القدير الكوتش أشرف توفيق ومساعداه كابتن أحمد منير والكابتن سيف صابر. إبراهيم نبيل رقم 1، حسن هشام رقم 2، دوريس المحترف الأمريكي رقم 4، يوسف رفعت رقم 7، عز الدين فريد رقم 9، رامي إبراهيم المنتقل من نادي الاتحاد إلى نادي سبورتنج رقم 14، محمد عبد الشافي رقم 16، آدم أيمن 23، سراج الدين علي 22، أحمد السلعاوي اللي رجع من إصابة، سلامات يا سلعاوي، وابن نجمنا الكبير كابتن محمد سلعاوي اللي رجع من إصابة من الشد في الخلفية، سلامات يا أحمد، الحمد لله على سلامتك. رقم 35، أحمد ياسر ريحان رقم 50، ومحمد خرشد الكابتانو رقم 55. أما قائمة النادي الأهلي اللي النهاردة بتشهد 7 إصابات هقول لحضراتكم عليه في أقرب التوقفات، لكن خلينا مع تشكيل النادي الأهلي اليوم. عمر عزب رقم 3، الجندي رقم 5، مروان سرحان رقم 6، كيجو رقم 10، كريم حاتم رقم 11، أحمد مهيب رقم 14، محمد طارق خيري 21، عمر عماد محي رقم 20، عمر طارق رقم 55، الكابيتانو سيف سمير وعودة حميدة إلى أرض الملعب رقم 8، بلال حمدي 22، عبد الله الحديدي رقم 20. تشهد قائمة النادي الأهلي اليوم في مباراة أمام سبورتنج بتصعيد 5 لاعبين، هم كريم حاتم من 20 سنة، عمر عماد من 20 سنة أيضا، بلال حمدي من 20 سنة، والحديدي من تحت 20 سنة، وفي الأخير محمد طارق خيري تحت 18 سنة. حكام لقاء اليوم الكابتن أحمد غالب والكابتن محمد الأمير والكابتن سامح منصور. الستارت اللاين أب للنادي الأهلي: كريم حاتم، مروان سرحان، عمرو الجندي، كيجو، وأحمد مهيب. القيادة الفنية للسنيور الأسباني الكوتش أوغوستي جول بيبوش، ويعاونه كابتن أحمد الجرحي وكابتن رامي الدياصلي والكابتن طارق الغنام مدير الفريق، وإدارة الفريق الكابتن وليد الخراط. على بركة الله سهرة رمضانية جديدة وأولى مباريات الدوري السوبر في رمضان، الأهلي وسبورتنج من صالة الأمير عبد الله الفيصل والجولة 12. الستارت لاين أب للنادي: سبورتن، يوسف رفعت رقم 7، دوريس رقم 4، ورامي إبراهيم رقم أو عفوا أحمد السلعاوي رقم 35، ورقم 50 أحمد ياسر ريحان، ورقم أقول لحضراتكم حالا إحنا تشكيلنا دلوقتي في نادي سبورتنج: دوريس رقم 4، يوسف رفعت رقم 7، أحمد السلعاوي رقم 35، أحمد ياسر ريحان رقم 50، وخرشد الكابيتانو رقم 55. على بركة الله جامبول أولى وأخيرة في بداية أحداث كوارتر أول. الجامبول أحمد السلعاوي ومصطفى كيجو. كابتن أحمد غالب والجامبول الأول والأخير. على بركة الله نبدأ أحداث كوارتر أول والمباراة. كيجو والحيازة أهلوية. كريم حاتم في بداية الهجمة للنادي الأهلي بالسكرين مع مصطفى كيجو. عدى كريم، سلم على طول للجندي، الجندي لكريم مرة ثانية، كريم حاول كده يهوش يلعب تراي 1-1، يروح بالبنتريشن يوصل بالفلوتر شوت لكن لا يسجل، سكند شانس حاضر على طول عند كيجو. كيجو حاول يلعب واحد على واحد، يتولى رقبته على طول السلعوه، كيك اوت عند مروان سرحان، مروان في الاوبن شوت 3 بوينت، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على مصطفى كيجو يحتسبه الكابتن. لا ده فاول على احمد السلعاوي رقم 35 يحتسبه الكابتن سامح منصور. حيازه اهلاويه لصالح النادي الاهلي. اولى الهجمات تسفر عن خطا شخصي لصالح النادي الاهلي. استلم عمرو الجندي من البيز لاين، دفاع قوي لكن ينجح في البلوك على طول، خرشد يسلم على طول ليوسف رفعت، يوسف في الفاست بريك سريع بيعلق له الكره لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق كريم حاتم، طلع كيك اوت لو عمرو الجندي اولى الثلاثيات لا يسجل، مروان سرحان سكند شانس بالهوك لا يسجل ايضا،
سلعاو على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم لدوريس. دوريس يسلم الكرة على طول. تراي 1 ان 1 لسه الكرة مع نادي سبورتي. دوريس بالهاند اوف يسلم لسلعاو اللي فاضي خالص. جرب الميديم شوت لا يسجل. استلم على طول كريم حاتم يبدا الهجمه لصالح النادي الاهلي. كريم حاتم هاند اوف على طول مع مروان سرحان. يسلم مروان سرحان مره ثانيه بالهاند اوف مع عمرو الجندي بالسكرين مع كيجو. لسه الجندي بيكندرول ولا اروع. يروح كيجو يسجل. كيجو ينجح كيجو في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر اول لصالح النادي الاهلي. دوريس من نادي سبورتين لسه دوريس مع الكره. يسلم على طول ليوسف رفعت جاي له خرشت بالسكرين. في هنا هنا في اصابه كده لخرشد محمد خرشد كابتن فريق نادي سبورتين. سلامات سلامات. نزل له الجهاز الطبي يطمن عليه. سلامات ليوسف لمحمد خرشد. شايف محمد عبد الشافي رقم 16 كوتش اشرف توفيق بيجهزه عشان طالما نزل جهاز طبي الى ارض الملعب قانونا يستوجب التغيير فورا. محمد عبد الشافي رقم 16 بيجري عمليات الاحماء. سلامات لخرشد كابتن نادي سبورتنج واحد من اللعيبه ليها باع طويل وتاريخ كبير مع نادي سبورتنج. خلاص خرج خرشد. سلامات لخرشد. الف سلامه. ام بالسلامه الحمد لله. هينزل مكانه زي ما قلت لحضراتكم محمد عبد الشافي رقم 16. يوسف رفعت هيطلع الاوت يسلم للسلعاوة. هاند اوف على طول مع رفعت اللي بيشوط في الثواني الاخيره واللحظات الاخيره. ينجح في اضافه اولى ثلاث نقاط في احداث كوارتر اول واولى نقاط نادي سبورتنج في المباراه عن طريق يوسف رفعت. 3 بوينت ليوسف. استغل الهجمه على طول. يبدا على طول كريم يسلم على طول بالهاند اوف مع مهيب. مهيب على طول على الاوبن شوت يشوط لا يسجل. سكند شانس لسه. هنا في هنا الكره اوت سايد حاول يحققها كده كيجو لكن تعثر وقع. نشوفها مرة تانية. حاول كيجو كده. واضح ان في اعتراض لكن خلاص كابتن سامح منصور قال اوتسايد لصالح نادي سبورت. بدأت الهجمة عند يوسف رفعت. يسلم لدوريس. دوريس قطع له احمد ياسر الحاني. يسلم على طول لعب شافي. عب شافي يوسف رفعت مرة تانية. منتظر السكرينات. يسلم دوريس تحت الباسكت في البلاي 1 ان 1. مع كريم حاتم يقف على الميديم شوت يشوط ينجح في تسجيل اولى نقاطه 5-2 لصالح نادي سبورتنج. كريم حاتم بوينت جارد النادي الاهلي يبدا الهجمه. لسه كريم قطع له عمرو الجندي. عمرو يروح في الباور لاب لكن ما يسجلش. على طول يستلم دوريس في الديفنسيف ريباوند. يبدا الهجمه دوريس. دوريس لسه حاول يلعب واحد على واحد. يقف على الاوبن شوت يشوط 3 بوينت لا يسجل. كيجو على طول في الديفنسيف ريباوند حاضر. يعدي هو بالملعب. عدى كيجو قبل الثمان ثواني. سلم على طول للجندي. الجندي في البلاي 1 ان 1 ياخد كده يقلب الملعب الناحيه الثانيه في السكيب باص عند مهيب. مهيب يهوش حلو قوي. مهيب في الاختراقات في تغيير الاتجاهات ينجح في الحصول على خطا شخصي وفاول بتو شوتس لصالح احمد مهيب. الفاول على احمد السلعاوة. ثاني الاخطاء الشخصيه على السلعاوة ورميتين حرتين لاحمد مهيب. تغيير الاتجاه موه حلو قوي ونجح في الوصول وقدر ياخد الخطأ الشخصي والفاول والتو شوتس لصالح نادي الأهلي. هيتم تغيير على طول. أحمد السلعاوي بعد ارتكابه خطأين في أقل من ثلاث دقايق. رميتين حرتين لمهيب، تو شوتس لمهيب، فري ثرو أول لأحمد مهيب. لا يسجل. سبع دقايق ثلاث ثواني متبقعة على نهاية أحداث كوارتر أول، مهيب على الفري ثرو الثاني والرمية الحرة الثانية. ينجح في التسجيل لداية الفارق الى باسكت لصالح سبورتنج. يضغط النادي الاهلي. رامي نزل مكان احمد السلعاوة. يوسف رفعت. دوريس على طول يستلم.
ضغط عليه من كريم حاتم، تعمل عليه تراب، يسلم على طول لعبشافي، عبشافي يقلب الملعب لرحان، رحان بالكيك اوت لرامي ابراهيم تحت الباسكت لعبشافي في الوان ان وان، خمس دقائق متبقيه، الكيك اوت عند يوسف رفعت على اوبن شوت اير بول اوت سايد لصالح النادي الاهلي. نقطتين هو تقدم نادي سبورتن على النادي الاهلي 5-3، ست دقائق 35 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارت الاول. مهيب يسلم لكيجو، كيجو 1 ان 1 كيجو، حاول يلعب يعدي على طول يروح يصل ياخد فاول على طول من عبشافي، والتو شوتس لصالح مصطفى كيجو. خطا شخصي ثالث في التوتال على نادي سبورتنج، 2 على احمد سلعاو، 1 على محمد عبشافي، والفري ثرو الاول لكيجو لا يسجل. فري ثرو تاني لكيجو. لا هيعيد الرمية الحرة الأولى. هيعيدها مرة تانية. ينجح في التسجيل الأولى. مصطفى كيجو. ده الفارق إلى نقطة وحيدة. كيجو على الفري ثرو التاني والرمية الحرة التانية. لا يسجل، يلم رامي على طول، يسلم الكرة ليوسف رفعت، يوسف يعلق الكرة لدوريس، دوريس تحت الباسكت يروح يسجل وياخد فاول وخطأ شخصي وفاول. دوريس نشوف الفاول على مين، اعتقد الجدال هنا دلوقتي اللي متواجد ان في يعني نشوفها بس نكملها للاخر كده نكملها، هل حد كمل الباسكت؟ الاعتراض هنا على محمد عبد الشافي ان هو اللي كمل الباسكت فاذا لا تحتسب، لكن قرار الحكم ايه؟ هنشوف المداولات دلوقتي ما بين كابتن احمد غالب وكابتن سامح منصور، هنشوف، خلينا مع الصوره مع كابتن احمد غالب. الباسكت كاونت والفاول على كريم حاتم. تم احتساب الباسكت واند وان لصالح دوريس. وسع الفارق تاني الى 3 نقاط لصالح نادي سبورتنج. اند وان ينجح في تسجيلها دوريس. يبدا الهجمه الاهلي عن طريق كريم حاتم. كريم يتولى كابتن يوسف رفعت، كريم يعدي قبل الثمان ثواني، كريم سلم لمهيب بالسكرين مع كيجو، مهيب راح بنتريشن لكن اتعمل منه الستيل على طول عن طريق دوريس. دوريس في هجمه مرتده او فاست بريك سريع، وادي بلوك ولا اروع من كريم حاتم، تراي مره ثانيه لصالح نادي سبورتن ما ينجح، يلم على طول نادي الاهلي عن طريق كريم حاتم. كريم الاكسترا باس عند مهيب، مهيب في البنتريشن في الباور لاب، الكيك اوت عند مروان سرحان في الاوبن شوت 3 بوينت ولا اروع. مروان سرحان اللي بيقدم مستويات ولا اروع في هذا الموسم. مروان سرحان من البيز لاين ينجح في الحصول على 3 نقاط يضيفهم لصالح النادي الاهلي. ده النتيجه الى نقطه واحده. 3 بوينت على طول ورد سريع من احمد ياسر ريحان يعلي الفارق مره ثانيه الى 11-7 لصالح نادي سبورتنج. انتصار في احداث كوارتر الاول. هاند اوف على طول مع كريم حاتم، هاند اوف مره ثانيه مع عمرو الجندي بالسكرين، يقلب على طول لكريم، عمرو الجندي، الجندي لسه الجندي، ثواني اخيره في زمن الهجمه بالفلوتر شوت، الجندي يحصل على خطا شخصي وفاول عمرو الجندي. تو شوتس ورا 200 حرتين لعمرو الجندي. هنا فاول على يوسف رفعت رقم 7. رميتين حرتين وتو شوتس لصالح عمرو الجندي وعلى الفري ثرو الاول عمرو. ينجح في التسجيل. ده الفارق الى 3 نقاط عمرو الجندي. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه عمرو الجندي ينجح ايضا في التسجيل. ده الفارق الى 2 نقطة لصالح نادي سبورتنج. يبدا الهجمه على طول يوسف رفعت. مان تو مان النادي الاهلي. يوسف عدى بالسكرين. لسه يوسف مع الكوره. طلع كيك اوت على طول لاحمد ياسر ريحان. يقلب الملعب لعب شافي. الوان ان وان عبشافي قاطع له يوسف رفعت بالفلوتر شوت يشوط لكن لا يسجل، يزق الكره على طول وتصل الى كريم حاتم. كريم حاتم سيطر على الكره، طلع كريم، طلع كريم فعلا لعمرو الجندي. عمرو ياخد السكرين، عمرو الجندي لسه عمرو مع كيجو، كيجو ولا اروع باسكت ولا اجمل
اسيست، مفيش اروع من كده من عمرو الجندي ينجح في اضافه نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي، ياتي معها التعادل. لكن دوريس على طول هل ليه راي اخر؟ لكن المره دي لا يسجل. كيجو على طول في فص بريك 3 على 1، كيجو راح، كيجو وصل، كيجو سجل، كيجو واند وان معاها كيجو، اول تقدم لصالح الاهلي والاهلاويه عن طريق مصطفى كيجو. قطع شخصي على يوسف رفعت واند وان لمصطفى كيجو. شوف هنا الاسيست وحلاوه البيك اند رول، راح على طول كيجو قدر يحجز بجسمه كويس جدا. كيجو على الاند وان لا يسجل، وهنا دخول مبكر لمروان سرحان. تاتي الكره في حيازه نادي سبورتنج، ضغط من النادي الاهلي في البريس في المان تو مان. يوسف رفعت استلم، هتلاقي على طول معاه احمد مهيب، سلم على طول لدوريس، دوريس لريحان لرامي، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على كريم حاتم رقم 11، وتاني الاخطاء الشخصيه على كريم. شوفها مره تانيه كده، في دفعه هنا واوت سايد لصالح نادي سبورت. يستلم رامي لدوريس، دوريس على اوبن شوت يظبط نفسه كده ويشوط بدون رقابه خالص، يوسع الفارق الى نقطه وحيده 14-13 لصالح نادي سبورتنج. كريم حاتم في بدايه الهجمه، كريم يعدي بالسكرين، كريم يسلم على طول لكيجو، هاند اوف مع كريم، كريم لاحمد مهيب، مهيب يهوش حلو قوي، يروح بالفلوتر شوت وينجح في تسجيل نقطتين. احمد مهيب اون فاير النهارده، ينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفرق الى نقطه وحيده لصالح نادي الاهلي 15-14. وادي يوسف ريحان، احمد يوسف او احمد ياسر ريحان بنتريشن كده يصل في الاخير، لا يسجل ويحصل على خطا شخصي وفاول برميتين حرتين. ادي احمد مهيب درايف الاخير بالفلوتر شوت ينجح في تسجيل نقطتين. عمر عزب بدلا من كريم حاتم، احمد ياسر على الفري ثرو الاول لا يسجل. 3 دقائق 47 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول. فري ثرو ثاني لاحمد ياسر او احمد ريحان، ينجح في التسجيل. تاتي معها التعادل 15-15. عمر عزب يفتقد اليوم الى عيسى ليونز لاصابته في مباراه الزمالك بكسر في يده، سلامات عيسى. وايضا يفتقد ايهاب امين، عمر عزب، الجندي، عمرو الجندي في الدرايف لعمر عزب، عمر في الدرايف مره ثانيه كيك اوت عند مروان سرحان، مروان في الاوبن شوت على 3 بوينت لا يسجل، سكند شانس عند كيجو، كيجو وهنا بيتم اعتراضه بخطا شخصي وفاول على دوريس رقم 4. فاول اهو واضح جدا، دوريس فاول خطا شخصي لصالح مصطفى كيجو. تو شوتس لكيجو، فري ثرو اول لمصطفى كيجو لا يسجل. كيجو على الفري ثرو الثاني، ينجح في التسجيل. يبدا الهجمه يوسف رفعت، اقل من او تقريبا 3 دقائق و20 ثانيه متوقعه على نهايه احداث كوارتر اول. يوسف رفعت، دوريس يتولى القبض دلوقتي احمد مهيب، دوريس يستلم، استنى السكرين، لسه سيطر على الكره ولسه معاه احمد مهيب، مهيب لكن هنا بيعترضوا بخطا شخصي وفاول احمد مهيب. واوت سايد لصالح نادي سبورت. دوريس هيطلع الاوت، يسلم ليوسف رفعت، رفعت 10 ثواني متوقع على زمن الهجمه، يوسف لسه معاه الكوره، يوسف وهنا فاول على عمر عزب يحتسبه كابتن محمد الامير. وتو شوتس لصالح يوسف رفعت 16-15 لصالح الاهلي والاهلاويه على نادي سبورتن في الجولة ال 12 من دوري السوبر
موسم 23-24. يوسف رفعت والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل، ياتي معها بالتعادل. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية ليوسف رفعت ينجح ايضا في التسجيل. نقطة هو الفارق لصالح نادي سبورتنج. عمر عزب، عزب بيعدي، عزب يسلم مروان سرحان، مروان بالهاند اوف مع الجندي، الجندي سكرين وري سكرين، عدى الجندي، راح الجندي وصل لكن لا يسجل، توصل الى دوريس، دوريس في الديفنسيف ريباوند بداية الهجمة، راح في الاول ذا واي وصل ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي سبورتنج، يعلي الفارق الى 3 نقاط 16-19. دقيقتين ونص على نهاية احداث كوارتر اول، هاند اوف على طول مع عمر عزب، عزب بالسكرين مع كيجو، يقلب الملعب في البيز لاين على طول لعمرو الجندي، عمرو الجندي واختراقات البنتريشن لعمرو الجندي قاطع له، طلع الكيك اوت على طول للعزب، عزب على اوبن شوت 3 بوينت لا يسجل، الجندي يلم تاني في الاوفنسيف ريباوند بالفلوتر شوت والمره دي ينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول برميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. فاول وخطا شخصي على محمد عبد الشافي لاعب نادي سبورتنج. عمر طارق يعود الى ارض الملعب في اول مشاركه ليه. فري ثرو اول للجندي، دقيقتين 11 ثانيه متوقعه على نهايه احداث كوارتر اول للجندي على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. بدايه الفارق الى نقطتين. فري ثرو ثاني لعمرو الجندي ينجح ايضا في التسجيل. بدايه الفارق الى نقطه واحده لصالح نادي سبورتنج، دقيقتين و11 ثانيه متوقعه على نهايه احداث كوارتر اول، تقدم نادي سبورتنج فارق نقطة الوحيدة على النادي الاهلي. رامي يسلم الهاند اوف على طول ليوسف رفعت، يقلب على طول لرامي، رامي سيف سمير يعود الى ارض الملعب لكن اولى اخطاء شخصية على سيف سمير وتو شوتس لصالح رامي ابراهيم. يوسف سيف سمير وعمر طارق شاركوا في ارض الملعب، شوفوا مرة ثانية خطأ شخصي وتشوت. يخرج عبد الشافي يعود مرة ثانية خرشد اللي أصيب في بداية أحداث الكوارتر الأول، رامي إبراهيم على الفري ثرو الأول ينجح في التسجيل. رامي إبراهيم وفري ثرو ثاني، رمية حرة ثانية ينجح أيضا في التسجيل. يوسع الفارق مرة ثانية إلى 3 نقاط لصالح نادي سبورتي. عمر عزب، عزب عدى قبل 8 ثواني، عزب يبدا الهجمه، عزب جاله على طول الجندي تحت الباسكت عمر طارق، عمر طارق يلف ويرتكز وياخد فاول من خورشيد بتو شوتس لصالح عمر طارق. خطا شخصي يحتسب كابتن سامح منصور والفاول على خورشيد رقم 55. تو شوتس للبيج او عمر طارق. عمر طارق على الفري ثرو الاول لا يسجل، مباريات حره كتير في اهدار كتير. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه ينجح في التسجيل. بدايه الفارق الى باسكت لصالح نادي سبورت. عيسى متواجد على ارضيه متواجد على دكه البدلاء لتشجيع فريقه. يوسف رفعت لسه مع الكوره، حاول يعمل بنتريشن يصل لخورشيد، خورشيد يستخدم اللوحه بمنتهى البساطه ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سبورتنج على الفارق الى 23-19، 4 نقاط لصالح نادي سبورتنج. اخر دقيقه متبقيه في عمر احداث الكوارتر الاول. سيف سمير قلب نادي سبورتنج زون ديفنس 1-2-2. سيف سمير عمرو الجندي في البيز لاين، لسه الجندي اوبن شوت الجندي على 3 بوينت لا ينجح في التسجيل، يلم على طول دوريس، دوريس يطلع الوان هاند باس على طول والفاست بريك ينجح في تسجيل نقطتين. احمد ياسر ريحان يوسع الفارق مره ثانيه الى 6 نقاط لصالح نادي سبورتنج. بدايه الهجمه عند النادي الاهلي، مهيب لعزب ياخد السكرين من عمر طارق، عزب في الميديم شوت يشوت لكن لا يسجل، حاول معاه كده عمر طارق لكن تصل في الاخير الى يوسف رفعت، يوسف يسلم لدوريس، دوريس لرامي تحت الباسكت، رامي في ال1 اون 1 سلم تاني لدوريس،
10 ثواني متبقيه على زمن الهجمه، من تمان النادي الاهلي. بلغ السكرين، قلب على طول لخرشت، خرشت ليوسف رفعت على الاوبن شوت، او احمد ياسر على الاوبن شوت، لكن ما بيسجلش، لما على طول ديفنسيف ريباوند لمهيب، مهيب في الثواني الاخيره شوت مهيب لكن لا ينجح في التسجيل، عشان تاتي معها صفره انتهى احداث كوارتر اول بتقدم نادي سبورتنج 25-19. اعزائي المشاهدين، استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر اول وثاني ونعود اليكم سريعا، فلا تذهبوا بعيد. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث كوارتر اول تاني عفوا، اللي ما كانش متابع معانا 25 سبورتنج 19 الاهلي، الحازه التبادليه لصالح نادي سبورتنج. هقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين اللي اعتقد ما خرجش عن نهايه الاحداث الكوارتر الاول. الحازه لصالح نادي سبورتنج، يوسف رفعت في بدايه الهجمه، يوسف ما زال النادي الاهلي مان تو مان، عدى يوسف بالسكرين والاستجر سكرين، يقلب على طول لرامي، رامي على طول على الاوبن شوت لا يسجل، يلم على طول احمد ياسر الحان في البيز لاين، قطع لدوريس، دوريس يسيطر على الكوره، يسلم لخرشد لكن بلوك ولا اروع من البيج او، وادي خطا شخصي وفاول على عمر عزب، ثاني الاخطاء الشخصيه على عمر عزب، اولى الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثاني. ادي البلوك، عدى يوسف رفعت، طلع كيك اوت لرامي، رامي يعمل الدرايف واحد على واحد، يهوش يروح يصل لكن لا، يا هنا عمر طارق يعني تدخل خروج الكره وتم احتسابها كاونت لصالح نادي سبورتنج. اولى نقاط احداث الكوارتر الاول، الثاني عفوا 27-19. خرج احمد ياسر ريحان، نشوف نزل مكانه مين، عمر عزب في بدايه الهجمه لصالح النادي الاهلي، 27-19 لصالح نادي سبورتنج، يقلب الملعب على طول ترن اوفر لكن في الاخير تلمس كده رامي ابراهيم وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي، 14 ثانيه على زمن الهجمه، عمر عزب يستلم، سلم لمهيب، مهيب عمرو الجندي تحت الباسكت عمر طارق، بلاي 1 ان 1 عمر طارق بالهوك بشماله يروح لكن لا يسجل، تصل في الاخير الى دوريس، دوريس في الفاست بريك في الاول ذا واي لسه دوريس، دوريس يقف على الاوبن شوت يشوت 3 بوينت لا يسجل، عمر عزب حاضر على طول في الديفنسيف ريباوند، ارتفع الفرق الى 8 نقاط لصالح نادي سبورتنج. عمرو الجندي، الجندي في بلاي 1 ان 1 عمرو في البنتريشن قطع له لكن ترن اوفر هنا وباد باص على طول يعمل الستيل، يوسف رفعت، يوسف يوسف لسه يوسف مع الكوره، يسلم على طول لدوريس تحت الباسكت في ال 1 ان 1 ميديام شوت شوت لكن لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع من عمر طارق بيرتكب معاه خرشد رقم 55 خطا شخصي وفاول لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي يجري التبديل، ينزل محمد طارق خيري بدلا من عمرو الجندي، هيتولى محمد طارق خيري هو البوينت جارد بوزيشن صانع الالعاب، وهيتحول عمر عزب الى مركز اثنين. عمر طارق تحت الباسكت معاه خرشد، صراع العمالقه، الكيك اوت عند سيف سمير، سيف لعمر طارق مرة ثانية، 1 ان 1 عمر،
بالهوك عمر، لكن هنا في فاول وخطأ شخصي على خرشد. تاني الأخطاء الشخصية في هذا الكوارتر محمد خرشد. وأوتسايد أهلاوي. زي ما حضراتكم شايفين في العادة كوتش أوجوست بيقول له تو شوت، هو في محاولة، هو رايح على الباسكت بيشوط، يستلم سيف سمير ميديام شوت سيف لكن لا يسجل، يحاول معها كده عمر طارق لكن في الأخير رامي إبراهيم ينجح في الديفنسيف ريباوند، يسلم على طول ليوسف رفعت، ضغط من يوسف من طارق محمد طارق خيري، يستلم على طول لرامي تاني، رامي لإبراهيم نبيل، إبراهيم يروح 1 ان 1 يصل لكن لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند عند الكابيتانو سيف سمير، سيف يسلم لعمر عزب، عمر عزب لسه عمر يقلب على طول لمهيب، مهيب في الاوبن شوت، مهيب على 3 بوينت، مهيب روعه الروعه، مهيب احمد مهيب ينجح في تضييق الفارق وتسجيل اولى نقاط احداث كوارتر ثاني احمد مهيب عشان يخلي النتيجه 27-22 لصالح نادي سبورتنج. وادي من التريشوت سريع لكن لا يسجل احمد ياسر الحاني، لما على طول البيج او في الديفنسيف ريباوند سلم لعمر عزب بيقول له مهيب اجري وسع السكه، استلم عمر طارق لعزب مره ثانيه رايح له بالسكرين، عمر عزب عزب اوبن شوت، عمر عزب على 3 بوينت ولا اروع، ثلاث نقاط جديده ينجح في تسجيلهم عمر عزب، بدايه الفارق الى باسكت لصالح نادي سبورتنج عشان على طول كوتش اشرف توفيق يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. دفع كويس we have to run back, we have to make them play set game and in the set game be smart, okay? Pick and roll defense 3, don't start too low, eh? But if he rolls, good positions. Good. بس مين الفايت بس معاه شويه عشان ما تاخدش الكوره كده. Listen, listen. The most important thing we get a stop and we try to run every time. If we are good with them setting the zone, we're gonna have problems. We have to run and push and then we decide here if it's a good shot, like this one of Mohit, quick shot, take it. If not, okay, let's go for something. Good. When we are playing. You ain't got the shot, all posting up. Yeah. If you ain't got it. No, Romy was. You good? You good? When we are going for 25 for the post, safe, come here, but stay stay a little bit more separate. And Mohib sometimes can come here and come back. And come back. Yes. Screen and come back. Okay? So the point guard here, the point guard here. Shots. Shots. That's it. Good position. Good development. زي ما سمعنا في التعليمات كوتش اوجوسي والاهتمام بالجري في الفاست بريك، دي كانت واحده من الحاجات المهمه اللي ركز عليها كوتش اوجوسي، وبعض التعليمات ايضا من عمر طارق في الدفاعات، لازم نبقى الدفاع يبقى اجريسيف شويه، وبعض التعليمات الصريحه لسواء لاحمد مهيب او سيف سمير في البلان اللي بيتعمل او الالعاب اللي بيعملها الكوتش اوجوسي. بدايه الهجمه عند نادي سبورتنج، يوسف رفعت لكن هنا في فاول وخطا شخصي على محمد طارق خيري، فاول وخطا شخصي على محمد طارق خيري. زي ما قلت لحضراتكم خمس لاعبين النهارده في تشكيله النادي الاهلي مصاعدين من 20 سنه ولاعيب واحد اربع لاعبين مصاعدين من 20 سنه ولاعيب واحد مصاعد من ال 18 سنه هو محمد طارق خيري. احمد ريحان بيكندرول على طول يروح يصل في الاخير ينجح في التسجيل وباسكت كاونت 1 1 والخطا الشخصي على عمر طارق. عبد الشافي ينجح في تسجيل نقطتين وياخد معاهم الاند 1. كوتش احمد الجرحي واند 1 لعبد الشافي. تسع الفرق الى اربع نقاط. لا يسجل عبد الشافي على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عند محمد طارق خيري. عدى يسلم لعمر عزب، عمر عزب وادي تحت الباسكت من عمر طارق وادي يروح سيف سمير واند 1 ولا اروع من سيف سمير ينجح في تسجيلها، هدايا الفارق مره ثانيه الى فرق نقطه. لعب على طول
استلم، لكن هنا هوش حلو قوي وطلع نجح انه ياخد الفاول على محمد عبد الشافي والاند وان للصالح سيف سمير. الكابيتانو ينجح في تسجيل نقطتين وياتي معهم بالاند وان. حوار جانبي كده ما بين عمر طارق والكابتن محمد الامير. كوتش اشرف توفيق اند وان للكابيتانو سيف سمير. سيف على اند وان، 6 دقايق 46 ثانيه، 27 29 لسبورتين. اند وان ناجح لسيف سمير، ده معاه الفرق الى نقطه وحيده لصالح نادي سبورتنج. 29 28 يستلم على طول ابراهيم نبيل، او عفوا استلم دلوقتي ابراهيم نبيل، هاند اوف على طول مع احمد ياسر ريحان بالسكرين مع بشافي، يروح ياسر ريحان بال1 ان 1 ينجح في تسجيل نقطتين ويوسع الفارق مره ثانيه الى 3 نقاط. زون ديفنس 2 3 نادي سبورتين، وادي نفس اللعبه اللي لسه شارحها كوتش اوجوستي، بينجح على سيف سمير كده، تعالى ناحيه اليمين شويه من على الهاي بوست، هتلاقي على طول تحت الباسكت عمر طارق ويسجل بنفس اللعبه للمره الثانيه على التوالي الاهلي باسكت، وينجح في تضييق الفارق الى نقطه وحيده لصالح سبورتين. ابراهيم نبيل على اوبن شوت في 3 بوينت، ينجح في التسجيل سريعا، يوسع الفارق مره ثانيه الى 4 نقاط. محمد خيري يقول لهم هنلعبها ثاني، الدفاعات متقدمه من منتصف الملعب. استلم على طول عمر طارق تحت الباسكت، عمر طارق في ال1 ان 1، عمر سلم لسيف سمير، سيف سمير على اوبن شوت في 3 بوينت سيف لا يسجل، عمر عزب سكند شانس ولا اروع، يهدي الملعب سكند المره دي عمر عزب، يتولى هو القياده الفنيه داخل الملعب في البوزيشن 1 او البوينت جارد، عدى عمر عزب هوش سلم لعمر طارق، وهنا في فاول على عبد الشافي وتوش وفاول لصالح عمر طارق، الخطا الشخصي على محمد عبد الشافي رقم 16. اوتسايد اهلاوي اوتسايد اهلاوي هيطلع الاوت مهيب، يسلم محمد خيري لعمر عزب مره ثانيه، عزب لسيف سمير سيطر على كورت سيف، سيف في البلاي 1 ان 1 سيف، لكن قطع منه كده تروح على طول لابراهيم نبيل، فص بريك سريع لياسر ريحان اللي بيروح يصل وينجح في الاخير في التسجيل، وسع الفارق الى 6 نقاط مره ثانيه. 36 30 محمد خيري، خيري لعمر عزب، عمر لسه عمر لخيري عايز ينزل تحت الباسكت عمر طارق، نزل فعلا عمر طارق بيلف السبين، عمر طارق في الكيك اوت لكن ما يلحقش، وترن اوفر وباد باص لصالح نادي سبورتنج، اوتسايد لصالح سبورتنج. 36 30 انتصاف احداث كوارتر ثاني، 4 دقائق 55 ثانيه من عمر وزمن الكوارتر الثاني عدوا وتبقى 4 دقائق 50 ثانيه. يوسف رفعت لسه يوسف يسلم على طول لاحمد ياسر ريحان، لابراهيم نبيل في الميديم شوت شوت، لكن هنا في فاول وخطا شخصي يحتسبه الكابتن احمد غالب على عمر عزب. كابتن محمد طماطي عضو مجلس اداره، وكابتن خالد العوضي، كابتن محمد الغزاوي متواجدين في مقصوره رئيسيه لمشاهده الماتادورز اليوم. ادي هنا الفاول وخطا شخصي على عمر عزب، تو شوتس لصالح ابراهيم نبي. ابراهيم على الفري ثرو الاول لا يسجل، سراج من نادي سبورتين رقم 22 اللي قدام حضراتكم لسه نازل حالا. فري ثرو تاني ابراهيم نبيل لا يسجل ايضا، يلم على طول عمر طارق يسلم لمحمد طارق خير، سيف سمير بالهاند اوف مع عمر طارق مع محمد طارق خيري، عدى خيري لسه خيري جرب حظه على الاوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، عمرو الجندي يعود الى ارض الملعب يلم على طول احمد ياسر ريحان في الاول زاويه يروح يصل، لكن هنا في كره تقع من ايده تلبس لاعب نادي الاهلي وتطلع اوتسايد لصالح نادي سبورتنج. 4 دقايق و20 ثانية متبقية على نهاية أحداث الكوارتر
الثاني. يوسف رفعت يسلم على طول لأحمد ياسر، لكن هنا لاست تاتش ودفاع قوي من عمرو الجندي، لاست تاتش كده على نادي سبورتنج والحيازه لصالح النادي الاهلي. تغيير في صفوف نادي سبورتنج، يرجع دوريس مره ثانيه بدلا من ابراهيم النبي. يستلم سيف سمير يسلم على طول لمحمد خير، خير يعدي قبل 8 ثواني، يسلم للجندي، الجندي بالسكرين على طول مع عمر طارق. وادي مهيب، مهيب على اوبن شوت، مهيب ولا اروع مهيب. ثاني الثلاثيات لاحمد مهيب ينجح في تسجيل هدايا الفارق الى ثلاث نقاط 36-30. دوريس وحراسه كده ودفاعات قويه توصل في الاخير الى رامي، رامي ابراهيم لدوريس مره ثانيه، عدى بالسكرين لوز بول، وهنا فاول وخطا شخصي يحتسبه الكابتن محمد الامير على عمر طارق. كوتش اوجستي بيقول له اهدى خلاص، تم احتساب الفاول عليك ان تهدى. شوفها مره ثانيه، فاول وخطا شخصي على عمرو الجندي. دوريس في كدمه كده في قدمه، يخرج يوسف رفعت وينزل مكانه عز الدين فريد لاعب نادي الاتحاد. تغيير يجريه كوتش كوتش اشرف توفيق. دوريس على الفري ثرو الاول لا يسجل، وصل النتيجه 36-33 لصالح نادي سبورتنج. فري ثرو ثاني دوريس ينجح في التسجيل، يوسع الفارق الى اربع نقاط. يضغط نادي سبورتنج في البريس فول كورت في المان تو مان. محمد خيري، خيري تولى رقبته في المان تو مان على طول عز الدين فريد. خيري يسلم لمهيب، مهيب سيطر على الكره، مهيب يقلب لمحمد خيري. اخر سبع ثواني في زمن الهجمه، عمرو الجندي، عمرو لسه الجندي يسلم لسيف سمير. محمد خيري اكسترا باص عند مهيب، مهيب في الاوبن شوت، مهيب ثلاث نقاط لا ينجح في تسجيلهم على طول. سكت ديفنسيف ريباوند لكن تقع منه كده ولوس بول، لكن هنا باك زون وترن اوفر على نادي سبورتنج والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. اعتراضات من جانب نادي سبورتنج، هنا الترن اوفر على احمد ياسر ريحان في الباك زون. كوتش اشرف توفيق بيستمع الى شرح كابتن احمد غالب. تغيير كبير كوتش اشرف توفيق، حسن هشام مصعد من 20 سنه لاعب نادي سبورتنج، حسن هشام عامر يعود الكره الى عمرو الجندي. عمرو في الون وان، عمرو لسه، عمرو خمس ثواني على زمن الهجمه، عمرو في الباك سبين، عمرو يلف بالفلوتر شوت يشوط، عمرو لا يسجل، يحاول معاه مره ثانيه لكن المره دي يرتكب خطا شخصي وفاول على عمرو الجندي وال تو شوتس طبقا لكابتن سامح منصور اشارته لصالح نادي سبورتنج. على التنفيذ رامي ابراهيم لاعب نادي سبورتنج. ان شاء الله النادي الاهلي سيلتقي يوم الاثنين القادم باذن الله في الجوله القبل الاخيره من المرحله الترتيبيه، الجوله 13، هيلتقي بنادي الاتحاد في صاله الامير عبد الله الفيصل يوم الاثنين ان شاء الله. كل التوفيق للماتادورز في الحفاظ على اللقب ومسيرته للاحتفاظ به ان شاء الله. رامي ابراهيم هو اللي يشوط، فري ثرو اول لرامي ابراهيم. دقيقتين 49 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثاني. الاهلي في المركز الاول، سبورتنج في المركز الخامس حتى هذه اللحظه. رامي ابراهيم وفري ثرو اول ينجح في تسجيله. احمد هشام واحد من نجوم نادي سبورتنج ومنتخب مصر،
احمد الشا عفوا رامي ابراهيم على الفري ثرو الثاني والرميه الحره الثانيه احمد ابراهيم او رامي ابراهيم ينجح ايضا في التسجيل. يضغط نادي سبورتنج اخر دقيقتين 49 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثاني. بس فول كورت مان تو مان يستلم على طول محمد خيري تعمل عليه دبل تيم يقلب على طول لعمرو الجندي. عمرو الجندي يقلب قبل 8 ثواني لسيف سمير يهدى محمد خيري مره ثانيه ويسلم لعمرو الجندي. عمرو الجندي لسه عمرو لسه عمرو بالسكرين والري سكرين. عمرو الجندي يسلم على طول لكن هنا يعني باد باص كده لعمرو عمر طارق والاوتسايد لصالح نادي سبورت. حسن هشام هو بالمناسبه اخو الاخ الاصغر لهاجر عامر. حسن هشام عامر اخ كابتن فريق نادي سبورتنج للسيدات. وادي هنا سراج على اوبن شوت لوحده خالص ينجح في تسجيل ثلاث نقاط يوسع الفارق الى 42 33 لصالح نادي سبورتنج. اخر دقيقتين اعزائي المشاهدين في نهايه احداث الكوارتر الثاني. عمرو الجندي يقلب في الملعب بالسكيب باص على طول لمحمد خيري. خيري لسه مع الكوره راح لعمر طارق بالسكرين. خيري على اوبن شوت خيري 3 بوينت خيري لا يسجل. حاول معاه سيف سمير لكن في الاخير تصل الى سراج الدين علي يسلم لدوريس. دوريس يبدا الهجمه. دوريس دقيقه و40 سنه متوقعه لنهايه احداث الكوارتر الثاني. رامي ابراهيم على اوبن شوت. رامي 3 بوينت لا يسجل. عز الدين فريد سكند شانس ينجح في الحصول عليه يسلم لرامي تحت الباسكت لدوريس. حاول معاها كده في الاخير يعمل الستيل لكن هنا الحيازه اهلاويه. هنا خطا شخصي ولا فاء ولا جامبول؟ اعتقد الاشاره جامبول. الاشاره كابتن محمد الامير جامبول. مره ثانيه وقعت من ايد عمر طارق. حاول عليها مره ثانيه. الحيازه الحيازه لو جامبول هتبقى اهلي. الحيازه الاهلي 33 42 لصالح سبورتنج دقيقه 26 سنه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثاني. تقابل النادي الاهلي ونادي سبورتنج في الدور التمهيدي لدور المرتبط. استطاع سبورتنج الفوز على النادي الاهلي في المباراتين. خرج نادي سبورتنج من في السيمي فاينل من امام سموحه في دور المرتبط وفاز النادي الاهلي على نادي الاتحاد وتقابل النادي الاهلي ونادي سموحه في نهائي دوري المرتبط. اللقاء الاول وادي درايف سريع كده ولا اروع من محمد خيري ينجح في تسجيل نقطتين 35 42 لصالح نادي سبورتنج. عز الدين فريد مان تو مان النادي الاهلي تولى رقبته محمد خيري عدى عز عز درايف واحد على واحد يقلب الملعب على طول لرامي. رامي يروح بالفلوتر شوت لكن بيتم اعتراض الفاول وخطا شخصي وتو شوتس لرامي بقى. التقى الفريقان في دور يعني الراوند الاول. فاز النادي الاهلي في ملعب نادي سبورتنج 88 73. انتهى الراوند الاول بسبع مباريات لعب للنادي الاهلي فاز بالسبع مباريات وسبورتنج في المركز الخامس سبع مباريات لعب فاز باربع مباريات. فري ثرو اول نجح لرامي ابراهيم. المباراه السابقه للنادي الاهلي كانت امام الجزيره واستطاع النادي الاهلي الفوز بنتيجه 100 مقابل 87 وسبورتنج والاتصالات في الاتصالات 77 75 لصالح سبورتنج. فري ثرو ثاني لرامي ابراهيم ينجح ايضا في التسجيل. يوسع الفرق الى 9 نقاط لصالح نادي سبورتنج. خيري عدى خيري لكن هنا في صافره هنا في فاول وتو شوتس. الفاول على حسن هشام شوفها مره ثانيه. محمد خيري كده استطاع التخلص من رقابه عز فريد متولي رقابه عمرو الجندي حسن هشام. حسن هشام عامر وتو شوتس لعمرو الجندي اللي ارتكب معاه حسن هشام الخطا الشخصي. لا يسجل عمرو الجندي 48 سنه متوقعه على نهايه احداث كوارتر ثاني. الجندي على الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل وهنا في اشاره بخطا شخصي كاونت والخطا الشخصي على نادي سبورتنج والمره دي الخطا على سراج الدين علي رقم 22 وتو شوتس لصالح مصطفى كيجو. كيجو اللي نزل دلوقتي بدلا من عمر طارق
كيجو الفري ثرو الاول 36-44 8 نقاط فارق كيجو على الفري ثرو الاول لكن لا يسجل كيجو الفري ثرو الثاني لا يسجل ايضا دوريس على طول في الديفنسيف ريباوند ثواني اخيره متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثاني 44-36 لصالح نادي سبورتنج دوريس درايف واحد على واحد يروح يصل في الاخير ينجح في التسجيل ومعاها الاند وان والخطا الشخصي على احمد مهيب خطا شخصي وفاول على احمد مهيب ودوريس اند وان وسع الفارق الى 10 نقاط تاج الاهلي الى صحوه دفاعيه اندوان لدوريس ينجح في تسجيلها على طول لونج باص كده سريعه لمهيب من سيف سميري ينجح مهيب في اضافه نقطتين ده الفارق الى 9 نقاط احمد مهيب 38-47 اخر 30 سنه متبقيه في زمن وعمر احداث كورتر تاني دوريس يعدي مع محمد خيري دفاعات قويه من خيري عدى دوريس بالريسكرين يسلم رام ابراهيم لدوريس مره ثانيه على اوبن شوت دوريس 3 بوينت شوت نجح في تسجيل 3 نقاط دوريس الامريكي ينجح في تسجيل 3 نقاط عمرو الجندي في الاوبن شوت عمرو لكن بعيد قوي يلم على طول خيري وينجح في الباك لاب انه يسجل نقطتين عشان تنتهي احداث الكوارتر الثاني بالتقدم نادي سبورتنج 50-38 اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر ثاني وثالث نعود اليكم فيها سريعا عفوا النتيجه 50-40 لصالح نادي سبورتنج استراحه قصيره ونعود اليكم سريعا فلا تذهبوا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم السادة والسيدات مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان معلقكم الرياضي أحمد مناع يعود إليكم مرة أخرى من صالة الأمير عبد الله الفيصل والجولة الـ 12 لدوري السوبر لكرة السلة الأهلي وسبورتنج للي ما كانش متابع معانا انتهت أحداث الكوارتر الأول بتقدم نادي سبورتنج 25-19 وانتهت أحداث كوارتر ثاني بتقدم نادي سبورتنج أيضا 50-40 قائمة نادي سبورتنج اليوم ابراهيم نبيل رقم واحد حسن هشام دوريس المحترف الامريكي يوسف رفعت عز الدين فريد رام ابراهيم محمد عبد الشافي ادم ايمن سراج الدين علي احمد السلعاوي احمد ياسر حان ومحمد خرشد القيادة الفنية للكوتش كابتن اشرف توفيق اما قائمة النادي الاهلي اليوم عمر عزب عمرو الجندي مروان سرحان مصطفى كيجو كريم حاتم احمد مهيب محمد خيري عمر عماد عمر طارق سيف سمير بلال حمدي وعبد الله الحديدي والقياده الفنيه للكوتش والسنيور اوغوستي جولبي بوش ومساعداه كابتن احمد الجرحي كابتن رامي الدياصي والكابتن طارق الغنام مدير الفريق والكابتن او الدكتور وريد الخراط اداري اصابات النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي في قائمته 7 اصابات عمرو زهران مؤمن خيري محمد ابو النصر محمود وليد يوسف المعداوي وعيسى ليونز وايهاب امين اتمنى لهم الرجوع بالسلامه ان شاء الله سريعا كده النادي الاهلي انهى الجوله الاولى او الراوند الاول في المركز الاول برصيد 7 مباريات لعب 7 مباريات فوز النادي الاهلي او نادي سبورتنج عفوا احتل بيهم النادي الاهلي 7 مباريات فوز بالمركز الاول اما نادي سبورتنج لعب 7 مباريات فاز في 4 مباريات من اصل 7 واحتل بها المركز الخامس اخر اللقاءات ما بين الاهلي وسبورتين كانت في صاله نادي سبورتين استطاع النادي الاهلي الفوز على نادي سبورتين 88-73 المباراه السابقه لكلا الفريقين زي ما قلت لحضراتكم كان النادي الاهلي امام نادي الجزيره واستطاع النادي الاهلي الفوز على نادي الجزيره بنتيجه 187 اما نادي سبورتنج فاستطاع الفوز على المصريه للاتصالات في ملعب المصريه للاتصالات بفارق نقطتين 77-75 اللقاءات المتبقيه ان شاء الله الاهلي هيقابل الاتحاد يوم الاثنين 18-3 هيقابل الاتحاد في صاله الامير عبد الله الفيصل ثم سموحه في سموحه اما نادي سبورتنج سيلاقي يوم الاثنين سموحه في سبورتنج ثم سيلاقي بعدها الزمالك في الزمالك جانب من الحضور كابتن محمد الغزاوي كابتن خالد مرتجي كابتن محمد ضباطي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كابتن
خالد مرتجي امين الصندوق حريصين على متابعه الماتادورز. كل التوفيق ان شاء الله للماتادورز. حكام لقاء اليوم كابتن احمد غالب، كابتن محمد امير، كابتن سامح منصور. ده سريعا بعض ما ينتظر النادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله. زي ما قلت لحضراتكم يوم الاثنين 18/3 الاهلي والاتحاد في صاله الامير عبد الله الفيصل، ثم 21/3 يوم الخميس سموحه والاهلي في سموحه. شارك النادي الاهلي ان شاء الله يشارك النادي الاهلي في بطوله البال يوم 19 ابريل القادم في صاله حسن مصطفى. كل التوفيق للماتادورس ان شاء الله للحفاظ على لقبه باذن الله. رحله البحث عن اللقب والحفاظ عليه. شارك في المقايدين النهارده في قائمه النادي الاهلي عمر عزب شارك، عمرو الجندي شارك، مروان سرحان شارك، كيجو شارك، كريم حاتم شارك، احمد مهيب شارك ايضا، محمد طارق خيري ايضا شارك، عمر طارق وسيف سمير. يتبقى فقط زي ما قلت لحضراتكم خمس لاعبين تم تصعيدهم لتكمله القائمه، هم كريم حاتم من 20 سنه، عمر عماد من 20 سنه، سيف سمير عفوا بلال حمدي من 20 سنه، وعبد الله الحديدي من 20 سنه ايضا، والوحيد اللي من 18 سنه هو محمد طارق خيري رقم 21 واللي شارك في احداث اللقاء. اما نادي سبورتن فعنده لعيب واحد مصعد من ال 20 سنه هو حسن هشام عامر اخو او الاخ الشقيق الاصغر لهاجر عامر كابتن نادي سبورتن في السيدات. ثواني ونبدا احداث اللقاء. التعليمات الاخيره للكوتش اوجوستي والتعليمات الاخيره ايضا للكوتش اشرف توفيق. عشر نقاط فارق زي ما حضراتكم شايفين كده. عيسى ليونز حريص على مؤازره الفريق، متواجد على دكه البدلاء. ثواني ونبدا احداث اللقاء. الراوند الثاني النادي الاهلي تقابل في بدايته مع هليوبلس، استطاع الفوز 83-79. اما نادي سبورت تقابل مع الجزيره، فاز الجزيره 109-85. النادي الاهلي في صالته. نسمع التعليمات. خلاص التعليمات الاخيره من كوتش اوجوستي. كريم حاتم يعود الى ارض الملعب، عمرو الجندي، احمد مهيب، كيجو او مروان سرحان عفوا، وكيجو. التعليمات الاخيره والكلمات الاخيره للكوتش اوجوستي، الدفاع ثم الحصول على المتابعات الدفاعيه والهجوميه والفاست بريك. ده ملخص كلام كوتش اوجوستي اللي سمعناه دلوقتي. الخماسي اللي هيبدا بيه كوتش اوجوستي كريم حاتم، عمرو الجندي، كيجو، مروان سرحان، وهنشوف الخامس مين. التعليمات الاخيره للكوتش اشرف توفيق. احمد مهيب هو الخامس. على بركه الله سنبدا احداث كوارتر ثالث. تاخر النادي الاهلي بفرق 10 نقاط. يوسف رفعت، عز الدين فريد، سراج الدين علي رقم 22 اللي قدام حضراتكم هنشوف، ودوريس رقم 4 وهنشوف مين الخامس. من تو من النادي الاهلي في بدايه احداث كوارتر ثالث. احمد السرعاوي يعود الى ارض الملعب مره ثانيه بعد خروجه في كوارتر الاول بارتكابه خطئين شخصيين. بدات الهجمه عند يوسف رفعت، يسلم على طول لعز الدين فريد، مان تو مان النادي الاهلي، 1-2-2 زون ديفنس النادي الاهلي. يوسف رفعت يسلم على طول عفوا لعبد الشافي مش احمد السرعاوي، السكيب باس عند يوسف رفعت، يوسف في الدرايف 1-1 راح في الميدل شوت او ميديم شوت ينجح في تسجيل اولى احداث نقاط كوارتر ثالث لصالح نادي سبورتن، يعني الفارق الى 12 نقطة لصالح سبورتن. كريم حاتم يسلم على طول بالهاند اوف مع مروان سرحان، بالسكرين مع كيجو، كيجو بالسكرين
لعمر الجندي، سكرين تاني لكيجو، كيجو لسه يقلب على طول لكريم حاتم، كريم في الاوبن شوت على الثري بوينت كريم، لكن اللي يسجل دوريس على طول في الديفنسيف ريباوند، دوريس يهدى على ملعبه، دوريس يعدي بالسكرين من عبشاف، لسه دوريس يسلم، يستلم دوريس على الاوبن شوت لوحده خالص، ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، يوسع الفارق الى 55-40. هل سيعود النادي الاهلي للمان تو مان مره ثانيه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لوحده خالص، كان لازم هنا اقرب واحد يروح يوقف يعني يعمل ستوب للشوطه كده. تراي الباسكت على الباسكت من كيجو، لكن لا ينجح في التسجيل، يلم دوريس على طول، دوريس يبدا الهجمه، دوريس زون ديفنس 2-3 النادي الاهلي، يعود اليه يوسف رفعت، وادي ستيل حاضر ولا اروع من كريم حاتم، كريم راح في الاول ذا واي، ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر ثالث، يدعي الفرق الى 55-42. يوسف رفعت يعود مره ثانيه، يسلم على طول لسراج، كيك اوت عند يوسف رفعت، يهوش لدوريس، دوريس يروح على الاوبن شوت 3 بوينت للمره الثانيه، دوريس ينجح في تسجيل ثلاث نقاط مره ثانيه، يوسع الفارق الى 58-42. كريم حاتم يعدي قبل الثمان ثواني، كريم من تمان نادي سبورتنج، رقابه لصيقه على عمرو الجندي من عز فريق، يخلص منها على طول ويعدي عمرو الجندي، عمرو الجندي بالدرايف 1-1، عمرو الجندي يروح يسجل، ينجح في تسجيل نقطتين، يدعي الفارق الى 44-58. دوريس ضغط من النادي الاهلي على دوريس، البيك اند رول مع عبشافي، عبشافي بالهوك شوت يروح لكن لا يسجل، تراي مره ثانيه، هنا دفاعات الاهلي فين؟ الريباوند فين؟ البوكس اوت فين؟ مش موجود في هذه سيف سمير يعني بيحس كده لاعبيه على الدفاعات القويه، هاند اوف على طول لعمرو الجندي، عمرو الجندي في العشر ثواني الاخيره شوت ينجح في تسجيل، لا ما سجلش، لكن يحصل على خطا شخصي وفاول بثلاث رميات حره، والخطا الشخصي على عز الدين فريد، ثلاث رميات حره لعمرو الجندي. يعود احمد ياسر الرحان مره ثانيه الى ارض الملعب، شوفها مره ثانيه كده، عمرو الجندي وعز الدين فريد كانت قاب قوسين او ادنى انها تخش، لكن هارد لك عمرو الجندي، ثلاث رميات حره عمرو الجندي، عمرو على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل 45-60 لصالح نادي سبورتنج، فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لعمرو الجندي ينجح ايضا في التسجيل 46-60 لصالح نادي سبورتنج، 7 دقائق 23 ثانيه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثالث، فري ثرو ثالث ورميه حره اخيره لعمرو، عمرو على الفري ثرو الثالث ينجح ايضا في التسجيل، ثلاث نقاط سجلهم عمرو الجندي 47-60 ده الفارق لصالح نادي سبورتنج، يوسف رفعت طول القبض على طول، كريم حاتم، يوسف من تمن قلب النادي الاهلي، كنت لسه بقول لحضراتكم، يوسف رفعت طلع الكيك اوت على طول لاحمد ياسر تحت الباسكت لعب شافي لياسر مره ثانيه بالسكرين 1-1 يضغط النادي الاهلي، دوريس على الاوبن شوت في 3 بوينت، دوريس ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، ثالث ثلاثيات لدوريس في احداث الكوارتر الثالث، تسع نقاط نجح في تسجيلهم حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر الثالث، دوريس فاول وخطا شخصي على احمد ياسر ريحان تجاه عمرو الجندي، او عفوا على عبد الشافي رقم 16 اوتسايد، الخطا الشخصي مش هنا، الخطا الشخصي تحت الباسكت، استلم مهيب بداية الهجمة، مهيب بالسكرين مع كيجو، مهيب مهيب اوبن شوت، مهيب 3 بوينت، مهيب لا يسجل، يلم على طول احمد ياسر، يبدا الهجمة احمد ياسر في الديفنسيف راوند ويسلم ليوسف رفعت، يوسف رفعت لسه يوسف يسلم على طول لدوريس، دوريس دوريس محتاج رقابة لصيقة جدا، دوريس على اوبن شوت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط للمرة الرابعة على التوالي، أربعة من أصل أربع محاولات نجح دوريس في تسجيلهم على 3 بوينت، وسع الفارق إلى 66-47. عمرو الجندي، الجندي عدى الجندي، سلم كيجو تحت الباسكت، كيجو تراي على الباسكت أولى ما بينجحش،
يطلع كيك اوت في اكسترا باص عند مهيب عند مروان سرحان لا يسجل تراي كده. وهنا الديفنس الاوفنسيف ريباوند لكن خطا شخصي على دوريس تجاه مصطفى كيجو. مروان سرحان على اوبن شوت 3 بوينت والسكند شانس هنا عند كيجو وادي الخطا الشخصي واضح جدا على دوريس. رامي ابراهيم بدلا من عبد الشافي تغيير يجري كوتش اشرف توفيق. مهيب لكريم حاتم انتصف احداث كوارتر ثالث. كريم يسلم للجندي، الجندي تحت الباسكت لمروان سرحان لكن تخبط في ايد رامي ابراهيم وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. 4 ثواني و8 أجزاء من الثانيه متبقيه على زمن الهجمه. هيعمل فيها الاهلي يعني هيفنش الاهلي شكل الهجمه ازاي ده اللي هنشوفه دلوقتي. مان تو مان نادي سبورتنج السكرين مستجر سكرين سلم على طول لكيجو، كيجو لازم يلعب دلوقتي، كيجو يروح على الباسكت لا يسجل يزق الكره تروح عند مهيب، مهيب اوبن شوت مهيب 3 بوينت مهيب لا يسجل توصل له مره ثانيه يهدى على ملعبه المره دي ويسلم لكريم حاتم. كريم حاتم في بدايه الهجمه 10 ثواني متبقيه من زمن الهجمه يسلم للجندي. الجندي يوسع ملعبه ياخد سكرين من كيجو. الجندي اوبن شوت الجندي على 3 بوينت لا يسجل حاول معاه مره ثانيه يحصل عليها في السكند شانس. الجندي درايف على الجندي وادي كريم حاتم للجندي مره ثانيه. الجندي في درايف واحد على واحد بالفلوتر شوت الجندي لا يسجل يلم على طول احمد ياسر الرحام ديفنسيف ريباوند ويسلم لدوريس. دوريس يوسف رفعت رامي ابراهيم اللي بيباصي تحت الباسكت لسراج الدين اللي فاضي خالص ويسجل نقطتين تصبح النتيجه 68-47. على طول كوتش اوجوست يطلب تايم اوت لصالحه لايقاف تقدم نادي سبورتنج. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Crazy. If we can play crazy on offense, we don't play defense. Because nobody respects you as a teammate. Nobody's gonna work for you. Like now, Marwan stopping here, Dan. And who scores? Marwan, man. Because nobody rotates on him. Nobody gives a shit about the team. Only thinking in yourself. They will get a stop, man. يلا شباب يا شباب. 1 2 3 علي. يلا عمر يلا عمر. يلا هو جنبي هو يلا بينا. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين بعد انتهاء التايم اوت اللي طلب الكوتش اوجوستي 48-47 لصالح نادي سبورتنج انتصاف احداث كوارتر ثالث. عمر طارق يعود الى ارض الملعب بدلا من كيجو زي ما سمعنا التعليمات كده كوتش اوجوستي. كريم حاتم يبدا الهجمه يضغط نادي سبورتنج. عدى كريم يسلم لمروان سرحان يعود مروان عمرو الجندي. كوتش اوجوستي خفف الملعب كده بقى سنتر واحد بس. كريم حاتم كريم تصل في الاخير الى عمرو الجندي عمر طارق. عمر طارق درايف واحد لكن لا ينجح في التسجيل يلم على طول نادي سبورتنج. فاصل بريك سريع عن طريق يوسف رفعت بالفلوتر شوت ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سبورتنج. كريم حاتم في بدايه الهجمه يسلم ليه مروان سرحان. كريم بالهاند اوف مع عمرو الجندي بالسكرين مع عمر طارق. كريم حاتم هوش حلو قوي راح بدرايف واحد على واحد بشماله وينجح في التسجيل وياخد معاه فاول وخطا شخصي واند وان لصالح كريم حاتم 49-70. اعاده مره ثانيه شكرا مخرجنا العزيز استاذ محمد بيومي على الاعاده. كريم حاتم والاند وان ينجح في التسجيل.
يبدا الهجمه. يوسف رفعت مره ثانيه، خرج دوريس دلوقتي او لسه متواجد عفوا. يلا الكابتن كريم حاتم استلم على طول، رامي ابراهيم يقلب الملعب لاحمد ياسر ريحان. احمد ياسر لسه احمد يسلم على طول ليوسف رفعت، رقابه لصيقه من كريم حاتم على دوريس. رفعت يوسف رفعت في الباك لاب لا يسجل، على طول يلم النادي الاهلي عن طريق كريم حاتم. كريم في الاول زاوية، كريم راح كريم بشماله، كريم وصل كريم لكن ينجح انه ياخد فاول وخطا شخصي من رامي ابراهيم بتو شوتس لكريم حاتم. شوفها مره ثانيه، راح بدرايف حلو قوي وادي اعتراض رامي ابراهيم والخطا الشخصي والفاول لصالح كريم حاتم. تو شوتس ورميتين حرتين لكريم حاتم، 3 دقايق 50 ثانيه متوقعه على نهايه احداث كوارتر ثالث. كريم والفري ثرو الاول لا يسجل. اعتقد هنا في صافره من كابتن احمد غالب، لو مخرجنا كده يجيب الكاميرا مع الكابتن احمد غالب. طب في تكنيكال فاول هنشوف على مين. طب تكنيكال فاول اعتقد على الكوتش اوجوستي. دوريس على التكنيكال فاول ينجح في التسجيل 71-50. فري ثرو ثاني واخير لكريم حاتم. ينجح في التسجيل. كريم حاتم ينجح في التسجيل في تغيير. صفوف نادي سبورتنج شوف مين اللي خارج. دوريس يخرج، كوتش اشرف بيريحه كده للكوارتر الرابع. هاند اوف على طول مع يوسف رفعت، استجر سكرين على طول تصل في الاخير الى ابراهيم نبيل. ابراهيم لاحمد ياسر ريحان في الدرايف واحد على واحد، الكيك اوت عند ابراهيم نبيل بالدرايف لكن لا يسجل. على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عند البي جو عمر طارق، يسلم لعمرو الجندي. عمرو الجندي وبدايه الهجمه عمرو، عدى عمرو درايف واحد على واحد بالبنتريشن يروح يصل لكن لا يسجل. يحاول معاه مره ثانيه ويطلع كيك اوت لكريم حاتم. يبدا الهجمه مره ثانيه عمرو الجندي، بنتريشن واحد على واحد، باص ولا اروع لعمر طارق. عمر طارق يطلع ويشوف ويروح ويسجل لكن هنا كابتن احمد الامير بيقول مخالفه المشي بالكره على عمر طارق. ثري بوينت من رامي ابراهيم ينجح في تسجيلها يوسع الفارق الى 74-51. كريم حاتم في بدايه الهجمه، كريم دقيقتين و50 سنه متبقيه على نهايه الكوارتر الثالث. كريم لسه كريم يطلع كيك اوت لمروان سرحان تحت الباسكت لكن هنا في خطا شخصي وفاول على رامي ابراهيم تجاه عمر طارق. احمد مهيب يخرج ينزل مكانه عمر عزب. غيابات النهارده النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم 7 غيابات زي ما ذكرت لحضراتكم كده في احداث الكوارتر، بدايه احداث الكوارتر الثالث. عمرو زهران، مؤمن خيري، محمد ابو النصر، محمود وليد، يوسف المعداوي، عيسى ليونز، وايهاب امين. تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. عمر طارق والفري ثرو الاول لا يسجل. عمر طارق والفري ثرو الثاني. لمية حرة ثانية على عمر طارق ينجح في التسجيل. 52-47. محمد خيري يعود إلى أرض الملعب مرة ثانية. يضغط النادي الأهلي. خطأ شخصي على مروان سرحان. والاوتسايد لسبورتنج. محمد خيري بدل من كريم حاتم وعمر عزب بدل من احمد مهيب. احمد ياسر ياخد الريسكرين على طول ويعدي في الدرايف لكن هنا مخالفه المشي بالكره واضحه وصريحه كابتن احمد غالب يحتسبها والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. يضغط نادي سبورتنج من اول ملعب مان تو مان
عد عمر عزم. عزم سلم على طول بالهاند اوف مع مروان سرحان. عمر عزم مره تانية البحث عن الجندي. عمر عزم على الميديا بشوت شوت نجح في تسجيل نقطتين. عمر عزم يبدا الهجمه على طول. احمد ياسر ضغط من عمر عمرو الجندي لكن خطا شخصي وفاول على عمرو الجندي. اوتسايد لصالح نادي سبورتنج صار هنا المفروض ان هنا في جددت 24 ثانيه. رامي ابراهيم لسه رامي سلم على طول يوسف رفعت. رفعت ياخد السكرين من سراج عدى يوسف البنتريشن واحد على واحد يروح على نفسه كده لكن ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند محمد خيري. خيري الكيك اوت عند عمر عزب. عمر عزب الجندي الجندي في الاوبن شوت الجندي 3 بوينت لا يسجل. عمر طارق 1 ان 1 ينجح في السكند شانس انه يسجل نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي. ده الفارق الى 74 56 لصالح نادي سبورتنج. الهاند اوف على طول مع يوسف مع ابراهيم نبيل او احمد ياسر عفوا يروح واحد على واحد حاول يشوت كده لكن يسلم على طول كيك اوت يلعب بنتريشن مره ثانيه ويروح في الاخير ينجح في التسجيل والخطا الشخصي والفاول على عمر طارق. فاول وخطا شخصي على عمر طارق وعنده 1 لاحمد ياسر. سيف سمير يعود بدلا من مروان سرحان. 56 76 لصالح نادي سبورتنج دقيقة 25 سنة متبقية على نهاية أحداث كوارتر ثالث. أحمد ياسر ولاندون ينجح في التسجيل. استلم على طول محمد خيري. خيري يسلم لعمر عزب. عمر عزب يقف على الميديا بشوت يشوت. عمر عزب ينجح في تسجيل نقطتين. عمر عزب 58 77 لصالح نادي سبورتنج. عز الدين فريد في قياده الملعب يسلم لرامي ابراهيم. رامي لعز مره ثانيه. عز عدى بالسكرين مع رامي ابراهيم يسلم لسراج. الهاند اوف على طول مع يوسف رفعت. كيك اوت عند سراج. سراج يعمل الدرايف والبنتريشن في الكيك اوت هنا عند يوسف رفعت اللي بينجح في تسجيل ثلاث نقاط او عفوا ابراهيم نبيل هو اللي بينجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي سبورتنج عشان يوسع الفارق الى 80 58. عمر عزب يسلم على طول محمد خيري يتصل مره ثانيه يقول له رن اللعبه مره ثانيه. عمر عزب يسلم للجندي لكن تكنيكال فاول على عز الدين فريد. سيميليشن طبقا ل إشارة كابتن أحمد غالب السيميليشن أو ادعاء التمثيل بتكنيكال فاول على عز الدين فريد. عمرو الجندي هو اللي هيشوط. الجندي في التكنيكال فاول 58 80 28 ثانية متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثالث. كوتش أشرف توفيق الجندي ينجح في تسجيل التكنيكال فاول والحيازة لصالح النادي الأهلي. أوتسايد أهلاوي محمد خيري هيطلع الأوت يسلم لعمرو الجندي. عمرو بالسكرين على طول مع عمر طارق يقلب الملعب لسيف سمير تحت الباسكت لكن باد باس كده تصل في الاخير الى عمر عزب وادي دنك. عمر طارق ينجح في تسجيله نقطتين كمان ده الفارق الى 61 80 لصالح نادي سبورتنج. عز الدين فريد. عز فريد لسه مع الكره بالهاند اوف على طول لابراهيم نبيل لسراج. سراج على اوبن شوت في 3 بوينت عشان تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم نادي سبورتنج 80-61. دقيقتين هي زمن الراحه المقرره ما بين احداث كوارتر ثالث ورابع. نذهب اليكم نذهب ونعود اليكم مره اخرى فلا تذهبوا بعيدا.
focus. All we have to do is forget about the scoreboard now, okay? And maybe we forget about the score, or maybe at the end we have some options if we do the things correctly, okay? Forget about the scoreboard and focus on every offense and every defense. Every offense and every defense. And maybe at the end we have an option to come back to the game. So all we have to do is be better in one-on-one. It's okay, like this one that finished with a three-point shot in the corner last 2 seconds. Yes, we are pick and roll, pick and pop, pop, switch. But if then we cannot guard one-on-one against the big man who pops and switches one guard, tell me what can we do without bonus. We cannot make one effort to stop one-on-one, and then they create, kick out, extra pass, boom. We go with the same first offense, this P5, okay? We save here, Gendy here, okay? Omar Tarek, pass, this screen for Gendy. Let's see if we have this pass. If nothing here, Omar Azab and Heidi, I don't care who is bringing the ball up, and then hand off, and the other one cross screen for Omar Tarek and spin the screen, okay? But every offense, a good shot. Every defense, good effort and control the rebound. Then maybe at the end we have enough. One, two, three, four. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث كوارتر رابع واخير. تقدم نادي سبورتن على النادي الاهلي بنتيجه 80-61. خماسي النادي الاهلي سيف سمير، عمرو الجندي، عمر طارق وعمر عزب، محمد خيري. الخماسي النادي الاهلي والحيازه لصالح النادي الاهلي. تعليمات كوتش اوجوستي على الدفاعات، ترتكز على الدفاعات، تسريع اللعب في الهجوم. ده اللي هنشوفه دلوقتي، هل سينفذ لاعبي النادي الاهلي التعليمات؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. سيف سمير بدايه الهجمه، الهاند اوف على طول مع محمد خيري. عمر عزم، عمر في الوان ان وان، عمر من الميديم شوت لسكيب باس على طول للجندي، الجندي في الدرايف على الميديم شوت نجح، سجل اولى نقاط احداث كوارتر اول لصالح النادي الاهلي. ده الفرق الى 63-80. سراج الهاند اوف معاه عز الدين فريد لسراج مره ثانيه لابراهيم نبيل او عفوا احمد ياسر حان، وادي هنا خطا شخصي وفاول على عمرو الجندي. خطا شخصي وفاول على الجندي. ادي الافتتاحيه الاولى لعمرو الجندي في احداث كوارت الرابع بالفلوتر شوت. يعود دوريس مره ثانيه الى ارض الملعب، يخرج عمرو الجندي وينزل مكانه احمد مهيب. استغلال الفاست بريك والاوبن شوت. استلم على طول سراج، يسلم لدوريس، البحث عن دوريس. متولد كابته على طول احمد مهيب. عدى دوريس، سلم على طول رامي ابراهيم، رامي في الدرايف واحد على واحد، لكن هنا خطا شخصي وفاول على سيف سمير. خطا شخصي وفاول على سيف سمير. رامي ابراهيم على الفري ثرو الاول. ينجح في التسجيل. رامي والفري ثرو الثاني. ينجح ايضا في التسجيل. يضغط نادي سبورتن في المان تو مان، بريس فول كورت، يعدي محمد خيري، عدى بسرعته. قبل الثمان ثواني يبدا الهجمه خيري. سلم على طول لسيف سمير. سيف لخيري مره ثانيه بالهاند اوف. اقل من 10 ثواني على زمن الهجمه. محمد خيري، خيري في الدرايف واحد على واحد، بنتريشن ميديم شوت لا يسجل، لكن بليسن كده ولا اروع من سيف سمير، ينجح في تسجيل نقطتين. تروح الكره على طول لدوريس، دوريس يبدا الهجمه لصالح نادي سبورتنج. ادي هنا البليسن او الفولو تيب ان. دوريس هيضغط عليه، سلم رامي ابراهيم لدوريس مره ثانيه في الترابات،
يشتغل نادي الاهلي عليه، تصل في الاخير الى عز، لكن هنا الستيل ولا اروع من عمر عزب. عمر عزب في الفاص بريك في الاول ذا واي، لازم يهدى ويبص على اليمين لقطع، يسلم محمد خيري. خيري لسه معاه الكوره، خيري عدى خيري بالسكرين، خيري يقف على الميديم شوت شوت، لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول سراج ويسلم لدورس، تهني يهدى بملعبه دورس كده ويسلم لعز الدين فريد. عز لسه عايز معاه الكوره بالهاند اوف مع سراج. عز عز في الكروس اوفر 1 1 راح وصل، نجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي سبورتنج. 84 65 لصالح نادي سبورتنج. 7 دقائق 45 سنه متوقعه على نهايه احداث الكوارت الرابع والمباراه. سيف سمير يسلم بالهاند اوف على طول مع محمد خيري. مهيب مهيب على اوبن شوت، مهيب 3 بوينت، مهيب ولا اروع، ينجح في تسجيل 3 نقاط. 68 84 لصالح نادي سبورتنج، ينجح مهيب في اضافه 3 نقاط لصالح النادي الاهلي. سراج ينتظر عز فريد، استلم عز فريد، السكرينات بتحصل الى دوريس، دوريس يبحث عن 3 بوينت لكن اصطدم على طول هنا مخالفه المشي بالكره واضحه جدا، لكن الصافره كانت متاخره نوعا ما، لكن هنا في مشاورات ما بين كابتن سامح منصور وما بين كابتن احمد غالب، لكن مظبوط قرار مظبوط مخالفه المشي بالكره. نشوفها مره ثانيه، ادي الخطوه الاولى الثانيه الثالثه اتحركت خلاص كده ووك، مخالفه المشي بالكره، قرار صحيح من الكابتن سامح منصور. الاوتسايد لصالح النادي الاهلي، استلم عمر عزب، هو اللي هيمسك الملعب دلوقتي بدل محمد خيري. عمر عزب عزب ياخد سكرين، عدى على طول عزب، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على يوسف رفعت رقم 7. اوتسايد لصالح النادي الاهلي، 14 ثانيه زمن الهجمه يتجدد مره اخرى. كوتش اوغستي 68 84 اوتسايد لصالح النادي الاهلي، 7 دقائق متبقيه على نهايه احداث المباراه. استلم مهيب، سيطر على الكره مهيب، مهيب لسه معاه الكره، مهيب لازم يطلع الاول. هنا عمل فاول، ارتكب معاه خطا شخصي دوريس، شوفها مره ثانيه، هنا في فاول اهو الايد اليمين زي ما حضراتكم شايفين، والفاول على دوريس والتو شوتس لصالح احمد مهيب. 6 دقائق 52 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارت الرابع والمباراه. مهيب على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل، مهيب على الفري ثرو الثاني، ينجح ايضا في التسجيل. 70 84 ده الفارق مره اخرى، عدى على طول يوسف رفعت يتولى كابتن في المان تو مان محمد خيري. يوسف يسلم على طول لسراج، الهاند اوف مع ابراهيم نبيل، ابراهيم عدى مواجهه في البنتريشن مع سيف سمير، راح وصل لا يسجل على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع من محمد خيري. محمد خيري يسلم لعزب، عزب على اوبن شوت ينجح في تسجيل 3 نقاط. عمر عزب ولا اروع، 73 84 دي الفارق الى 11 نقطه لصالح نادي سبورتنج. تايم اوت يطلبه كوتش اشرف توفيق لايقاف تقدم النادي الاهلي. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. As a big guy, I know the qualities of the car. So this guy is going left, but he's gonna cross over. With Dan, gonna go to the left. Okay, knowing this, and everybody involved for this rebound. Okay, not only Kai. Good job. Very good. Now, but the transition. Watch out now. Any special for Dan going outward? Okay, 101. Okay, everything 101. Yeah. Regular two last day, Evan Battery, show you Evan. And watch out the special of. Okay, watch out. Okay, switch. Okay, let's get. Yalla, shabab. Yalla, keep fighting. Keep fighting. 1, 2, 3.
انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش اشرف توفيق، ما زال يعطي التعليمات. نجح النادي الاهلي في بدايه احداث الكوارتر الرابع في تعديل النتيجه، سجل 12 نقطه مقابل 4 نقاط لصالح نادي سبورتنج في احداث الكوارتر الرابع. الاستمراريه مطلوبه. الخماسي المتواجد احمد مهيب، محمد خيري، عمر عزب، سيف سمير وعمر طارق متواجد المتواجدين في الملعب، عليهم عبء دفاعيا قوي جدا. دوريس ما زال متواجد في الملعب، واحده من الاوراق الرابحه اللي بيعتمد عليها الكوتش اشرف توفيق. اربع ثلاثيات في احداث الكوارتر الثالث. عيسى ليونز متواجد على دكه البدلاء. بدايه الهجمه لصالح نادي سبورتنج. دوريس يسلم على طول رامي ابراهيم تحت الباسكت لخرشد لاحمد ياسر لرامي ابراهيم مره ثانيه. دفاعات النادي الاهلي تحسنت، وادي هنا خرشد وهنا في فاول وخطا شخصي. 3 سكند يحتسبه كابتن احمد غالب على محمد خرشد كابتن نادي سبورتنج. تهول الكره على طول في حيازه النادي الاهلي. محمد خيري يبدا الهجمه، مان تو مان نادي سبورتنج. خيري سلم على طول مهيب، مهيب تحت الباسكت سيف سمير 1-on-1 بالهوك شوت راح وصل لكن ما يسجلش. متابعه حاضره على طول وفول ولا اروع من عمر طارق البيج او، يسجل نقطتين يدعي الفارق الى 75-84. 9 نقاط هو الفارق. رامي ابراهيم ضغط من النادي الاهلي، يسلم محمد خرشد بالهاند اوف على طول لاحمد ياسر الحق. احمد ياسر عدى في البنتريشن، يطلع على طول لخرشد في الميديم شوت يشوت، ينجح في تسجيل نقطتين 86-75 لصالح نادي سبورتنج. محمد خيري يبدا الهجمه. خيري مان تو مان لازال نادي سبورتنج وايضا النادي الاهلي. مهيب في الدرايف واحد على واحد، مهيب وصل سجل. مهيب خد معاها الاند وان. احمد مهيب واحد من نجوم اللقاء، ان لم يكن هو نجم اللقاء حتى هذه اللحظات. احمد مهيب نشوفها مره ثانيه، درايف تغيير الاتجاهات راح بشماله سجل. خرشد ياخد الفاول واحمد مهيب معاها الاند وان، ولا اروع ولا اجمل يا ابني. اند وان لاحمد مهيب. 77-86 مهيب على الاند وان، ينجح في التسجيل 78-86. يضغط النادي الاهلي مره ثانيه. محمد خيري لسه ضاغط على يوسف رفعت على طول. يوسف احمد الحان الهاند اوف مع دوريس يتعمل له ستاجر سكرين كده. دوريس تحت الباسكت، الكيك اوت عند رامي ابراهيم على اوبن شوت 3 بوينت، لكن هنا تقدر تقول كده سيف سمير يعني اختلت خطواته فارتكب خطا شخصي وفاول بثلاث رميات حره لصالح نادي سبورت. 78-86 4 دقائق 56 ثانيه اعزائي المشاهدين على نهايه احداث المباراه. مباراه ولا اقوى ولا اروع ولا اجمل. دائما وابدا كوتش اوجوسي وكوتش اشرف توفيق تجد النديه والمباريات الرائعه لكلا المدربين. ثلاث رميات حره لرامي ابراهيم على الفري ثرو الاول. رامي رامي هو الفري ثرو الاول لا يسجل. رامي هو الفري ثرو الثاني. ينجح في التسجيل. رامي ابراهيم على الفري ثرو الثالث. ينجح في التسجيل. تغيير قادم، عمر طارق يخرج، شوف مين نزل مكانه، هل مصطفى كيجو ام من سيستعين باحد الجردات كوتش اوجوستي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، هنشوف مين نزل مكانه. محمد خيري في بدايه الهجمه، ارتفع الفرق الى 10 نقاط مره ثانيه لصالح نادي سبورتنج. عمرو الجندي يعود الى ارض الملعب، استغلاله في الارك من بره وايضا في البوزيشن تحت الباسكت. عمرو الجندي عمرو اوبن شوت عمرو الجندي ولا اروع، ثلاث نقاط ولا اجمل ينجح فيهم عمرو الجندي. ده الفارق الى 7 نقاط لصالح انا النادي سبورتنج. عمرو الجندي استغلال كوتش اوجوستي لعمرو الجندي في بوزيشن 3 و4 يقدر يبقى مفتاح لعبه مهم جدا في احداث
الكوارتر المتبقيه. دوريس حذاري من واحد من الالعاب المفاتيح اللعب اللي بيعمل ترن اوفر دلوقتي بعد دفاع قوي من النادي الاهلي، تقول الكره على طول في حيازه نادي الاهلي. ترن اوفر على دوريس والحيازه للنادي الاهلي. محمد خيري دي الفرق الى 7 نقاط، كم باك ولا اروع من النادي الاهلي. عمرو الجندي يسلم لخيري مره ثانيه للجندي، الجندي في الاوبن شوت، الجندي 3 نقاط لكن لا يسجل، على طول يلم خرشد ويسلم بدوره الى دوريس. دوريس يبدا الهجمه. دوريس لكن هنا في ايه؟ اوت اوف باوند او دايس على اللاين كده. دوريس دفاع قوي من احمد مهيب اللي متولي رقبته تقريبا معظم فترات المباراه. نشوفه مره ثانيه، هنشوفه مره ثانيه، هو بيعدي هنا دايس على اللاين، قرار صحيح من حكام المباراه والكره في حيازه النادي الاهلي. 7 نقاط هو الفارق لصالح سبورتنج. احمد مهيب، مهيب في الدرايف واحد على واحد، الكيك اوت عند عمر عزب. عمر عزب لسه، عمر، عمر في الون ان ون، عمر لمهيب، مهيب على الاوبن شوت 3 بوينت، مهيب لا يسجل، يحاول معاها كده عمر عزب. تقول الكره فين؟ الحيازه عند مين؟ جامبول. والحيازه عند مين؟ الحيازه لصالح سبورت، الحيازه لصالح نادي سبورت. اوتسايد لسبورتنج، ضغط من النادي الاهلي في المان تو مان بريس فول كورت. انضم كابتن طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي الى مشاهده المباراه. استلم على طول محمد خرشد، خرشد يسلم رام ابراهيم، رام ابراهيم على اوبن شوت في 3 بوينت لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع من عمر، عمرو الجندي، عمرو الجندي يقلب الملعب على طول لمحمد خيري، محمد خيري يهدى على ملعبه للجندي، الجندي في الدرايف، الجندي بنتريشن سلم لسيف سمير، سيف سمير راح وصل لكن ينجح في الحصول على خطا شخصي وفاول برميتين حرتين للسيف سمير. 3 دقائق 3 ثواني متبقيه على انتهاء احداث كوارتر رابع والمباراه، لكن اسيست ولا اروع من عمرو الجندي. سلامات لخرشد اللي بيطمن عليه كابتن احمد غالب اللي بيستدعي على طول الجهاز الطبي للاطمئنان عليه. سلامات لخرشد. هنا واضح ان في سبرين انكل لمحمد خرشد كابتن ونادي سبورتنج. سلامات يا خرشد، في تغيير قادم. هيخرج خرشد وينزل مكانه عبد الشافي رقم 16 اللي قدام حضراتكم. سلامات لمحمد خرشد كابتن ونادي سبورتنج. والتو شوتس لصالح والرميتين الحرتين لصالح سيف سمير. الكابتن وسيف سمير على الفري ثرو الاول. سيف والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. 82 86 دقيقتين 59 ثانية بالتمام والكمال على نهاية أحداث المباراة. وقت كبير، سيف سمير لا يسجل، وقت كبير في كرة السلة. يوسف رفعت في بداية الهجمة، يوسف لكن هنا الستيل حاضر عند عمر عزب، يمسك الكرة جامبول والحيازة لصالح النادي الأهلي. دفاع قوي من عمر عزب، نجح إنه ياخد، لو ما خدش الكرة وعمل الستيل نجح إنه يعمل الجامبول والحيازة تبادلية لصالح النادي الأهلي. دفاع قوي وروح قتاليه من عمر عزب. بدات الهجمه عند محمد خيري، خيري لسه، خيري سيطر على الكره، خيري سلم للجندي، واحد من اهم مفاتيح اللعب النادي الاهلي، الجندي، عمرو الجندي، عمرو الجندي لسه، عمرو يوسع الملعب، عمرو الجندي في الدرايف وراح عمرو الجندي لكن بلوك والاوتسايد على الشافعي. 7 ثواني متبقية على نهاية زمن الهجمة، 7 ثواني على زمن الهجمة متبقية. اوتسايد اهلاوي. محمد خيري هيطلع الاوت، خيري لكن هنا في ايه؟ اوفنسيف فاول على عمرو الجندي، اوفنسيف فاول احتسبه كابتن محمد الامير على عمرو الجندي. الاوتسايد لسبورتن، هيضغط النادي الاهلي مره ثانيه لما فرغ من الضغط.
رامي ابراهيم يسلم ليوسف رفعت. يوسف لسه يوسف يبحث عن دوريس. يوسف رفعت بالسكرين مع الشفا مع عبد الشافي. يوسف يقف ويطلع كيك اوت لدوريس. دوريس لازم يشوط دلوقتي. الاهلي بيمنعه من الشوط. شوط فعلا دوريس 3 بوينت لا يسجل. يلم عبد الشافي مره ثانيه ويسلم لدوريس ويجدد معاه زمن الهجمه. 10 ثواني متبقيه على زمن الهجمه. دوريس بيوسعوا له الملعب. دوريس جاله سكرين عبد الشافي. دوريس لسه الكره مع دوريس يقلب الملعب على طول لكن ولا اروع في الستيل. محمد خيري في بوزيشن ولا اروع. عمرو الجندي عمرو على اوبن شوت. عمرو الجندي في 3 بوينت لا يسجل. حاول معاه عمر عزب لكن لا ينجح. يبدا عيسى هنا بيقول له اهدى شويه كمل الهجمه للاخر. يوسف رفعت لسه يوسف يسلم على طول لرامي ابراهيم. رامي لعب شافي لاحمد ياسر. البحث عن دوريس تحت الباسكت متولي رقبته احمد مهيب. دوريس ومهيب تراب كده جاله سيف سمير ميديا بشوت شوت نجح في التسجيل على طول. كوتش تايم كوتش جوست يطلب تايم اوت بعد ما سجل دوريس نقطتين. 90-82 8 نقاط فارق لصالح نادي سبورتين. لو زملائنا الاعزاء في الكنترول كده نظره سريعه على اللوحه وساعتها نستمتع بالاعداد ونسمع التعليمات. Or you back screen, depending. The goal is to put the ball in the post. The post directly. Okay? I'm like screen. However you want. Okay? Put the ball in the post. You fake the pass here, Heidi. Fake the pass here and pass directly inside. Take your time. Okay? Don't need to play and make a quick spin and trouble. Take your time to create. Save. Read your defense. If we play double team, he's going to be under. And Mohib. Here for the three-point shot, and Gendy on top. Got it? Got it? Good. Also ready, also, please. Also ready, if this defender of Heidi goes directly, turns, quickly he now. We need one good... انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش اوجوستي. نفس الخماسي المتواجد من بدايه احداث الكوارتر الرابع. سيف سمير عمر طارق يعود الى ارض الملعب. عمرو الجندي محمد خيري. هنشوف عمر طارق نزل مكان مين. احمد مهيب هو خامسهم. الكره في منتصف ملعب نادي سبورتنج. ان التايم اوت اللي بيطلب في اخر دقيقتين من حقك اختيار. ده في الكوارتر الرابع فقط من حقك الاختيار تلعب من انهي نص منتصف ملعب. محمد خيري هيطلع الاول. 8 نقاط فارق لصالح نادي سبورتنج. عمر طارق في ال 1-1. عمر طارق يسلم سيف سمير. يلحق كده مهيب. مهيب على اوبن شوت. مهيب 3 بوينت لا يسجل. دوريس على طول في الديفنسيف ريباوند متواجد. يلم دوريس يبدا الهجمه ويسلم ليوسف رفعت. يوسف عدى يوسف قبل ال 8 ثواني. يوسف رفعت لسه يوسف. يوسف رفعت مازال محتفظ بالكره. يسلم لعبد الشافي اللي فاضي خالص في غفله دفاعيه اهلاويه. يسجل نقطتين يوسع الفرق مره ثانيه ل 10 نقاط لصالح نادي سبورت. اقل من دقيقه اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الكوارتر الرابع والمباراه. عمرو الجندي هوش حلو قوي. عمرو اوبن شوت. عمرو لا ضغط عليه. سلم محمد خيري يقلب الملعب سيف سمير. عمرو الجندي مره ثانيه في الاكسترا باص على طول. عمرو الجندي شوت لكن لا يسجل. عبد الشافي في الديفنسيف ريباوند يسلم لعب لاوراب ابراهيم عفوا في الديفنسيف ريباوند ويسلم يوسف رفعت. يوسف رفعت مضغوط عليه يستلم عمر طارق ويعمل الستيل. عمر طارق لكن هنا جامبول والحيازه لنادي سبورت. اوتسايد سبورتنج كابتن احمد غالب بيستدعي احد العمال لتجفيف ارضيه الملعب. اوتسايد سبورتنج. يوسف رفعت طلع لرامي ابراهيم سلم لدوريس لكن خلاص ارتضى الفريقان بنتيجه اللقاء بفوز نادي سبورتنج على النادي الاهلي 92-82. اعزائي المشاهدين مبروك اولا
لنادي سبورتين والقيادة الفنية للكوتش أشرف توفيق حظ أوفر للنادي الأهلي والقيادة الفنية للكوتش أو السنيور أوجستي. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله في مباريات قادمة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.